هسه سؤال توجه حضرتك للمسؤولين والوزراء والنواب كلهم. نعم. وأري أرد أسألهم إلهم. ولدهم دا يتعلمون بمدارس أهلية وبكليات يعني أهلية ولو حكومية. أهلية. أهلية حتى أولادنا بالأهلية. واحتمال مو بالعراق. احتمال مو بالعراق حتى إذا بالعراق إحنا نريد تعليم رسمي للأبناء. أهلية نموذجية مو أهلية هاي لمنطقتك ومنطقتي. نعم. هذا سؤال يعني ما بي شيء. اولادهم دا يتعلمون بالحكوميات، اتحدى مسؤول يقول هسه ابني قاعد بالحكوميه دا يتعلم. ما هو من تحكي لي هاي يشخص الحاله ويقول لك عندنا خلل بالواقع التعليمي. بالواقع التعليمي اعرف احنا كنا نستنكر هذا الجانب، بس الدك كله على المعلم. هذه فد يعني ما اعرف يعني فد مؤامره خارجيه. الدك على الوزاره مو على المعلم. لا على المعلم. هسه شوف ابرز ابسط شيء يطلع من المعلم هو المعلم بشر لو مو بشر. صح. راسه تتناول مواقع التواصل ويصير اقصاء له ويصير هذه زين غيره يبوق بغير مكان. تنسد العين عليه خلينا نقول يطمطم له الشغله وتعبر. ليش هذا المعلم المسكين هو راتبه ما يتجاوز 600 800 قد راتب معلمين هم احسن يوصل نهايه الخدمه. يعني مو هذا غير ميزه ميزته. يعني هذا كاد المعلم ان يكون رسولا. خلي بهاي المنزله وكذا. انا ما دافع لهذا المعلم. انا ما دافع استاذ. انا اقول لك اكو تصرفات هو بغض النظر سلبيه من المعلمين. انا ما سلط الضوء عليها. اللي ياخذ فلوس حتى ينجح ما يقل ضرر، يعني ما يقل ضرر عن اللي ما ينطي المادة بصورة صحيحة بالمدرسة.